قال سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوب 27 إن بعض المناقشات خلال المؤتمر كانت إيجابية وبناءة، فيما لم يعكس بعضها الإدراك المتوقع لمخاطر قضايا التغير المناخي. وأوضح شكري أن برنامج التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية كانت له عدة نتائج، لافتا إلى أن الجميع يحاول اتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة نحو قضايا تمويل الخسائر والأضرار. بعض المناقشات كانت إيجابية وبناءة وبعضها لم تعكس الإدراك المتوقع للتحرك بشكل جماعي لمواجهة الحالة الطارئة للأزمة المناخية. برنامج عمل التخفيف لديه الكثير من النتائج، وبالنسبة للتكيف هناك الكثير من العمل الذي لم يتم بعد، ونحاول أن نجسد القضية. وفيما يتعلق بالخسارة والضرر، فإن الجميع الأطراف تحاول أن تتخذ الإجراءات السياسية اللازمة لهذا الشأن.